السلام عليكم. الفيديو بتاع النهارده هنتكلم فيه عن وصفه حلوه قوي طعمها كويس بتجيب نتيجه سريعه نقدر نديها للاطفال من سن صغير، هتجيب معانا وزن كويس وهتحسن طول الطفل بنسبه كبيره قوي. تابع معايا الفيديو دوت للاخر. في الاول ما تنسيش تعمل لنا لايك للفيديو وتشترك لنا في القناه وتفعل الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديده بتاعتنا ان شاء الله، ولو عملت شير للفيديو يبقى عملت شغل جامد قوي. الفيديو اللي هنتكلم فيه النهارده هنتكلم فيه عن وصفه بتتكون من حاجات كتير كلها بتفيد الطفل، بتحسن الطول بتاعه، بتحسن الوزن بتاعه، بتحسن الصحه العامه بصفه عامه، يعني بتخلي صحه الطفل كويسه. الوصفه دي بيخش فيها مكونات كتير اتكلمنا عن جزء منها قبل كده زي السمسم مثلا والحلبه واللوز والكلام دوت، وهنتكلم فيها النهارده يبقى فيها حاجه جديده اللي هو الحمص الحلو اللي هو ساعات كده بنقول عليه حمص الشام. الحمص دوت من الحاجات اللي بيبقى ليها فوائد كتير قوي. طبعا السمسم والحلبه والكلام ده اتكلمنا عنها في فيديوهات كتير، مش عايزين بس نكرر الكلام، هتلاقوا فيه رابط للفيديوهات اللي بتتكلم عن الحاجات ديت وازاي بتبقى مفيده للاطفال وازاي نقدر نستخدمها في وصفات كتير وفي خلطات كتير وتكون مفيدة للطفل. النهاردة هنتكلم بس يمكن عن الحمص، هنتكلم عن شوية الفوائد اللي ممكن نستفيد منها عشان احنا ما قلناهاش في الفيديوهات اللي قبل كده. الحمص طبعا بيبقى فيه نسبة عالية جدا من الفيتامينات والاملاح والمعادن وبيبقى فيه حاجات كتير، بيبقى فيه حديد وكالسيوم ومغنيسيوم وفيه فوليك اسيد وفيه بروتين وفيه زنك، فيه حاجات كتير قوي. طبعا احنا عارفين ان هو بيحفز الجهاز المناعي بتاع الاطفال عشان نسبة الزنك اللي موجودة فيه، وفي مضادات اكسدة بتفيد بنسبة كبيرة. طبعا الزنك العنصر الاساسي في طول العظم، يعني بيكون مفيد جدا عشان طول العظم، ده ان انا ادي الطفل الاغذية اللي بيبقى فيها الزنك بنسبة كويسة. الزنك بيبقى موجود بنسبة عالية قوي في الحمص الحلو. برضو الحمص بيبقى فيه نسبة كبيرة جدا من الكالسيوم، يعني شوية حمص كده زي كوباية لبن بالظبط، يعني انت لو اديت الطفل كمية من الحمص اكنك شربتيه كوباية لبن. ودي بنقولها للامهات اللي ما بتحبش الاطفال ما بتحبش تشرب اللبن باستمرار، يعني انا في امهات كتير بتجيلي تقول يا دكتور الواد ما غلبتي مش عايز يشرب اللبن، يهديك يرضيك ما مش عايز. فبالتالي ديت ممكن تدي الحاجات اللي فيها الحمص بيبقى فيها نسبه كالسيوم زي اللي موجوده في اللبن بالظبط، فدي بتساعد ان العظم بتاع الطفل يكون كويس، الاسنان بتاعه الطفل تكون كويسه، مراحل التطور الحركي والبدني مع الطفل يكون تمام ويكون وزنه كويس. فمهم ان انت تديله الحاجات اللي فيها الكالسيوم كويس زي الحمص. برضو الحمص بيبقى موجود فيه نسبه عاليه جدا من الحديد، فبيحمي من فقر الدم والانيميا، بيحسن التركيز عند الاطفال، بيخلي المجهود البدني عند الطفل كويس، وبيخلي المجهود الذهني عند الطفل كويس لان هو فيه نسبه كبيره جدا من الحديد. فمهم ان انا ادي طفلي الحاجات اللي تحميه من الانيميا، احنا عارفين ان الانيميا دي تخلي مجهود الطفل البدني ضعيف والذهني ضعيف وتخلي شعر الطفل كمان ضعيف، فانت مهم ان انت تدي الحاجات دي. الحمص من الحاجات اللي بتخلي الشعر بتاع الطفل قوي، بتخلي الجلد بتاع الطفل قوي، بتخلي الصحه العامه بتاعه الطفل قوي، بتقوي المناعه بتاعته. برضه بيبقى فيه نسبه عاليه جدا من البروتين، بتاسس جسم الطفل، تاسس عضلاته وبنيانه، وبيبقى الطفل كده صحته كويسه. فمهم ان انا اديله الحمص دوت بيبقى فيه نسبه عاليه جدا من البروتين بتبدا تفيد الطفل في النمو البدني بتاعه. برضه الحمص بيبقى فيه ساعات كتير بنعالج بيه الامساك، يعني الاطفال اللي بيبقى عندهم امساك لما بندي لهم الحمص بيعتبر ملين بالنسبه ليهم بنسبه كبيره، وبيساعد بنسبه حلوه ان الطفل دوت الحمام بتاعه يبقى الاخراج عنده مستريح وما يبقاش فيه مشكله. طب ادي الحمص يا دكتور ازاي؟ هنبدا ندي الوصفه اللي احنا هنتكلم فيها ديت، هتتكون من حاجات كتير هقول لكم التركيبه بتاعتها. احنا طبعا يمكن اتكلمنا قبل كده عن السمسم، برضه قلنا ان السمسم فيه نسبه كالسيوم عاليه زي اللبن بالظبط، وقلنا ان السمسم فيه دهون احماض دهنيه غير مشبعه بتفيد معانا في الميزان كويس، وفي نفس الوقت بيبقى برضه فيه زنك بيساعد ان طول الطفل يتحسن بنسبه كبيره قوي. الوصفه اللي احنا هنكتبها ديت اكتبي ورايا بقى يا ستي، احنا هنجيب كوبايه جيلي كده فيه يعني ممزوج كده باللوز، وهنجيب كوبايه حمص، وهنجيب كوبايه سمسم، وهنجيب معلقتين كبار من الحلبه. هنحط الحاجات دي مع بعض نحطها في طبق كده ونبدا نخلطها كويس، وبعد كده نطعن الحاجات دي كلها بحيث انها تبقى بودره خالص، وبعد كده ممكن نضيف عليها عسل نحل عشان تخلي الطعم بتاعها كويس شويه، ونبدا نحفظها مش في الثلاجه، نحفظها مش في الثلاجه تاني، بنحفظ الحكايه ديت بره الثلاجه، وبنبدا ندي الطفل يوميا منها 4 معالق الصبح، اول ما بيصحى كده بنبدا ندي للطفل يوميا منها 4 معالق. تاني هتكتبي ورايا،
هنجيب كوبايه جيلي ممزوج باللوز، هنجيب كوبايه حمص اللي هو حمص الشام او الحمص الحلو، هنجيب كوبايه سمسم، وهنجيب معلقتين كبار من الحلبه، ونخلط الحاجات ديت مع بعض ونبدا نطحنها بحيث انها المزيج كده يبقى مختلط مع بعض. وبعد كده بنحلي الموضوع دوت بالعسل الابيض اللي هو عسل النحل، ونبدا نحتفظ بيها بره الثلاجه، ونبدا نديها للطفل بصفه دوريه 4 معالق يوميا. طب هتفيده يا دكتور؟ يعني لما ادي الطفل الوجبه دي او ال4 معالق دولت هيفيدوه؟ جربي وشوفي انت، انا مش هقول لك، جربي كده اعملي الموضوع دوت، وكل يوم ادي الطفل 4 معالق، شوفي وزن ابنك هيتحسن. بس اوزنيه الاول، وبعد كده اوزنيه بعد اسبوعين من الموضوع دوت. ابداي جربي الموضوع دوت يوميا. الحلبه من الحاجات اللي بتفتح النفس عند الاطفال بنسبه كبيره جدا. السمسم والحمص قلنا الفوائد بتاعتها بنسبه كبيره، نقدر ان احنا نعمل الموضوع دوت ونخليه للطفل ونبدا نديله منه يوميا. طب ممكن برضه استخدم السمسم في طريقه ثانيه، يعني ممكن برضه السمسم دوت تجيبيه كوبايه سمسم كده، حط عليها معلقتين عسل، ونحط عليها معلقتين سكر، ونبدا نقلب الموضوع ده. دي ممكن تحتفظي بيها في الثلاجه. دي ممكن نديها كل يوم برضه الصبح، ندي منها الطفل معلقتين عسل النحل والسمسم، وممكن نزود شويه سكر كده صغيرين. دي برضه هتجيب معانا ميزان كويس، ويبقى طعمها حلو، والطفل هيستفيد منها كويس قوي. دي يمكن وصفتين النهارده حبيت اقول لك عليهم هيفرقوا معاكي في وزن الطفل كويس، حاول ان انت تحافظي عليهم باستمرار. هقول لكم تاني على المشروب اللي كنا عملنا عنه فيديو قبل كده، وقلنا ان المشروب دوت قوي جدا وبيجيب معانا ميزان كويس، لان انا بحفز ان كل معظم الاطفال اللي بيتابعوا عندي في العياده بحاول اعمل عليهم هنت على الموضوع دوت، وجايب معاهم ميزان كويس قوي. المشروب دوت كوبايه لبن، بنحط معاه تمر، وبنحط معاه زبيب، وبنحط معاها موزايه، وبنحلي بعسل النحل، ونبدا نضرب الموضوع دوت في الخلاط، ونحتفظ بيها وندي الطفل كل يوم نص كوبايه صغيره. الاطفال اللي جربوا الموضوع دوت جاب معاهم ميزان كويس، جاب معاهم نشاط كويس، الطفل بقى اليرت كده، فايق مركز، ابتدت تبقى صحته احسن الحمد لله في المتابعه وفي الفولو اب، وبيجيب معاهم ميزان كويس. قلنا تاني كوبايه لبن كامل دسم، هنجيبه فول كريم، هنجيب كوبايه لبن كامل دسم، وهنجيب تمر، زبيب، شويه تمر كده، شويه زبيب، موزايه، ونحلي بعسل النحل، ونضرب الموضوع دوت في الخلاط، ونبدا نحتفظ بيه في الثلاجه، وندي الطفل منه كل يوم نص كوبايه صبح. دي 3 حاجات ممكن نعملها مع الاطفال، هتجيب معانا ميزان كويس، هتجيب معانا صحه كويسه، هتخلي النشاط بتاع الطفل كويس، وتركيز الطفل كويس، وفي الاخر هتخلي الطفل صحيا طفل كويس. في الاخر حاولي تعملي الكلام دوت مع الطفل. في اطفال بيحبوا الحاجات ديت، في اطفال ما بيحبوهاش. مره ورا مره ابنك هيبدا يتعود ان هو ياكل. خلي بالك طويل، تابع معانا الفيديوهات، كل فتره هنزل لك وصفات جديده بتجيب معاكي وزن كويس بصحه كويسه، وبتكون محببه بالنسبه للاطفال. مجربينها عندنا في العياده، جابت معانا نتائج كويسه. في الاخر بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو، تشتركوا لنا في القناه، وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة بتاعتنا ان شاء الله. وتنزلوا بصوا بصة في الوصف تحت، هتلاقوا كل حاجة عننا، هتلاقوا الرابط بتاع حجز الاستشارات اونلاين، هتلاقوا الرابط بتاع الويب سايت بتاع العيادة، هتلاقوا العناوين والتليفونات، وهتلاقوا كل حاجة موجودة عننا يعني. ولو احتجت اي حاجة سيبها في التعليقات، ما تنسيش لايك للفيديو، اشتراك في القناة، شير الفيديو، ولو احتجت اي حاجة سيبها في التعليقات تحت، وانا هرد عليك قدر الامكان. شكرا ليكي.